للتعرف بشكل أكبر على ما تم تحقيقه في محافظة الإسكندرية، ندعو السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سيدات والسادة الحضور، شرف لي أن أقف أمامكم اليوم على هامش هذه الزيارة الهامة اللي بيشرفنا بيها فخامة الرئيس على مدار يومين لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القومية في محافظتي الإسكندرية والبحيرة. والحقيقة هذه الزيارة ضمن العديد من الزيارات والجولات اللي بيقوم بيها سيادة الرئيس في ربوع مصر كلها علشان يتابع سيادته بنفسه حجم العمل والإنجاز اللي بيتم على أرض مصر. والحقيقة كل هذه المشروعات القومية هدفها شيء واحد لازم كلنا نبقى واعيين بيه، هو جودة حياة المواطن المصري، لأن كل الدولة بكل مؤسساتها بتشتغل نحو تحقيق هذا الهدف، لأن من حق المواطن المصري أن يتمتع بمستوى معيشة أفضل وبيئة نظيفة وصحية تساعده على العمل والإنتاج. دي كانت كلمة أطلقها السيد الرئيس في 2015، ودي اللي احنا كدولة بنشتغل عليها على مدار 8 سنوات في كل حتة في مصر. ويمكن عشان موجودين النهاردة في إقليم الإسكندرية، واسمحوا لي النهاردة إن أنا أتكلم على محافظتي إسكندرية والبحيرة بحكم إن سيادته شرفنا بتفقد المشروعات في المحافظتين على مدار النهاردة وبكرة إن شاء الله. كل محافظة من دول زي كل محافظات مصر كان فيها تحديات كبيرة جداً بتعوق عملية التنمية، وبتسبب أو تسببت هذه التحديات في عدم رضاء للمواطن المصري وإحساس عنده بعظم المشاكل والتحديات اللي هو بيواجهها. أنا هتكلم يمكن على اسكندرية وبعدين نتكلم على البحيرة. اسكندرية كانت مشكلتها ومازال جزء منها هو ارتفاع الكثافات السكانية، والنتيجة لأن اسكندرية كانت طول عمرها مخنوقة ما عندهاش امتداد عشان تمتد وتستوعب الزيادة السكانية سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب، فكان دايماً هو الكثافة الكبيرة جداً في قلب اسكندرية. اسكندرية لوحدها مع عدد سكانها الكبير محتاجة مئات الألاف من فرص العمل تتخلق على مدار الفترة القادمة، لكن عندنا كانت المشكلة نتيجة لأن اسكندرية مخنوقة إن أصبح تقريباً 47% من سكان المحافظة كانوا بيعيشوا في مناطق غير مخططة. مناطق غير مخططة تسببت بسبب إن إحنا بقت بنشوف نتيجة لعدم وجود ظهير عمراني يسمح بالتمدد، المدينة بقت بتتمدد رأسياً، وبدل ما كانت الشوارع بتاعتها مخططة من زمان على أساس إنها تكفي بعض الفلل أو العمارات قليلة الارتفاع، ابتدينا بنشوف المنظر اللي حضراتكم شايفينه في الصور. ويمكن كان الظهير الوحيد اللي متاح لهذه المدينة هو كانت مدينة برج العرب الجديد، ولكن كانت مشكلة برج العرب وأنا بتكلم في 2014 و2015 تنقصها الخدمات الكفي اللي تكفي إنها تحفز المواطن السكندري إن هو يتنقل، وأيضاً إن يبقى عنده محاور طرق كافية إنها تنقله ما بين اسكندرية والبرج العرب. ودي كانت أحد المشاكل اللي كانت بتخلي المواطنين يعزفوا بصورة كبيرة إن هم يروحوا هناك في هذه الفترة. فبالتالي اسكندرية عانت من مخالفات بناء كبيرة جداً، انتشار واسع للمناطق الغير أمنة، وتدهور طبعاً للبنية الأساسية، وزيادة الضغط على مياه شبكات مياه المياه والصرف الصحي، لأن ببساطة شديدة هذه الشبكات مصممة لاستيعاب عدد معين، هذا العدد اتبنى أضعافه 3 و4 و5 مرات. كانت عندنا مشكلة طبعاً زي عديد من بحيرات مصر، تلوث بحيرة مريوط بالصرف الصحي والصرف الصناعي وارتفاع منسوب المياه الجوفية وانخفاض منسوب الأراضي حوالين البحيرة وتلوث ترعة المحمودية والتعدي الكبير اللي كان حاصل عليها. في البحيرة الموضوع ما كانش بيختلف، كان عندنا مناطق غير أمنة كثيرة جداً على مستوى المحافظة، ارتفاع منسوب مستوى البحر في المناطق الساحلية وكانت بتعمل مشكلة كبيرة جداً للمحافظة، تردي المرافق الأساسية والعجز الشديد في الخدمات الاجتماعية اللي موجودة. الدولة لما اشتغلت من منطلق تخطيط، وبالتالي احنا كان عندنا مخطط استراتيجي بالفعل لموضوع الاسكندرية لغاية عام 2032، وأيضا كان للبحيرة هناك مخطط استراتيجي لمحافظة البحيرة. احنا اشتغلنا على هذه المخططات،
وكل المشروعات اللي بتتعمل بناء على تخطيط الدولة بتكون حطاه، لكن الأهم هو الجدية والرغبة الحقيقية في تنفيذ هذه المشروعات، والمتابعة المستمرة والدؤوبة من القيادة السياسية للحكومة وكل أجهزة الدولة إن لازم هذه المشروعات تتنفذ بأسرع وقت وبأعلى جودة ممكنة. وسرعة الوقت ببساطة شديدة عشان نعوض 30 40 و50 سنة كانت هذه الخدمات والمرافق مهملة نتيجة لظروف الدولة المصرية كانت بتعاني منها. فما نقدرش إن إحنا نمشي بالمعدلات الطبيعية، لازم عشان نعوض ونتجاوز هذه الأزمة لازم نشتغل بمعدلات غير مسبوقة. كل تخطيطنا وتنفيذنا كان بيهتم بثلاث محاور رئيسية: تنمية بشرية، تنمية اقتصادية، وتنمية مكانية. ويمكن ده دايماً بيتقال، إن يعني دايماً كان بينظر إن فقط إحنا شايفين عشان بنلمس الجزء المادي اللي هو متمثل في المحاور والإسكان وشبكة الطرق، بينما الدولة المصرية الحقيقة كانت كل استثماراتها وجزء كبير جداً من استثماراتها في البني آدم المصري نفسه، في الخدمات الكثيرة اللي هو كان بيعاني من نقصانها. لكن عندنا إجمالي في المحافظتين دول فقط من استثمارات في الفترة من منتصف 2014 لغاية نهاية الشهر الماضي تجاوزت 812 مليار جنيه. في بناء الإنسان كان عندنا الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، أنفق وضخت استثمارات ب 46 مليار جنيه في هذه الفترة للمحافظتين. ده اللي بينعكس في عدد الفصول اللي زادت ما بين 2014 ل 2015 في كل محافظة. في اسكندرية زادت بحوالي 21%، وفي البحيرة بحوالي 18.5%. القفزة الكبيرة كانت في التعليم الفني، احنا وصلنا الى زيادة 57% في اسكندرية و 51% في البحيرة، لان الدولة كانت حاسة بمدى الأهمية هذا التعليم وانه بيخدم قطاع الصناعة وقطاع العمل، بحكم ان هاتين المحافظتين قلعة صناعية وقلعة زراعية. وكان الأهم كمان تقديم مستوى معين من المدارس ما كانش موجود قبل كده ولا الدولة كانت بتقدمه، وده كان متمثل في المدارس الدولية، المدارس المصرية اليابانية اللي موجودة في كل حتة في مصر ومنهم طبعاً المحافظتين. لكن معاهم أيضاً كان تطوير شامل للمباني التعليمية القائمة اللي كانت بتعاني من إهمال، ونعمل لها نقلة نوعية كبيرة جداً. على مستوى التعليم العالي الحقيقة في قفزة هائلة الحمد لله الدولة المصرية قامت بيها في خلال الثمان سنوات دول. لما نيجي نبص للمحافظتين دول فقط أكثر من 40 مليار جنيه استثمروا في سواء في تطوير جامعتي اسكندرية ودمنهور القائمتين، ولكن الإنشاء الجديد طبعا تمثل في الجامعة المصرية اليابانية، جامعة برج العرب التكنولوجية اللي كان سيادة الرئيس شرفنا بافتتاحها النهاردة، جامعة اسكندرية الأهلية اللي جاري تنفيذها، وجامعة سنجور، بالإضافة طبعاً للعديد من المستشفيات التعليمية اللي الدولة المصرية نفذتها. جامعة برج العرب التكنولوجية سيادة الرئيس كان مشرفنا منذ يعني دقائق قليلة بافتتاحها وتفقدها، ولكن عندنا الصرح اللي برضو كان سيادة الرئيس افتتحه، جامعة المصرية اليابانية اللي بحق هي مدينة متكاملة علمية. والحمد لله النهاردة بتجتذب مش بس المصريين، ولكن أيضاً كل الوافدين من الدول القريبة، إن النهاردة بقت دي مقصد نتيجة لتميز مستوى التعليمي في هذه المدينة. لكن على مستوى جامعة دمنهور كان في تطوير شامل لهذه الجامعة باستثمارات أكثر من 1.6 مليار جنيه اتصرفوا على كل تطوير كل المباني اللي موجودة في هذه الجامعة، بإنشاء كليات جديدة، بإدخال كل التقنيات الحديثة. وجامعة سنجور النهاردة اللي فعلاً جاري تنفيذها ويعني قرب إن شاء الله إنهائها في مدينة برج العرب، والحقيقة برج العرب وده كان جزء من التطوير الحقيقي عشان نجعلها جاذبة النهاردة، بقت فعلاً مركز تعليمي على مستوى العالم. عندنا الجامعة المصرية اليابانية، الجامعة التكنولوجية، جامعة سنجور، مدينة التعليمية، بقى عندنا النهاردة زخم من الجامعات اللي لوحده بيبقى يخلي دي المدينة بقت نقطة جذب كبيرة جداً في هذه المنطقة. المدينة العلمية لجامعة اسكندرية اللي نموذج النهاردة بتعمل في منطقة أبيس على 495 فدان، بتتعمل فيها جامعة اسكندرية الأهلية والدولية، وبيتنقل فيها بعض الكليات اللي كانت متناثرة موجودة في اسكندرية عشان كله يبقى في مكان واحد ومجمع واحد، ودي إن شاء الله مخطط الانتهاء منها على السنة القادمة بإذن الله. في مجال الرعاية الصحية الدولة استثمرت 5.5 مليار جنيه
ده بخلاف المشروعات بتاعت حياة كريمة، ولكن يمكن نشوف مدى زيادة أعداد المرضى اللي تم علاجهم على نفقة الدولة. نسبة الارتفاع في اسكندرية 86%، في البحيرة 110% في 8 سنوات دول، وده انعكس طبعا أيضا في إجمالي النفقات اللي أنفقت على يعني العلاج على نفقة الدولة، من 173 مليون جنيه في اسكندرية إلى 672، وفي البحيرة من 192 ل 765 مليون جنيه. كل دي الدولة المصرية هي اللي بتقدمها للمواطنين عشان نؤكد إنها مش فقط عملية الإنشاءات والبناء، بالعكس التركيز على الإنسان والبني آدم المصري. والنهاردة إن شاء الله بنفتتح بالفيديو كونفرنس عديد من الصروح، ومنها مستشفى كوم حمادة المركزي في البحيرة واللي بتكلفة أكتر من 770 مليون جنيه. لكن عندنا نماذج أخرى تم تطويرها، مستشفى رشيد العام، المعهد الطبي بدمنهور، المستشفى العسكري. اسكندرية فيها العديد من المستشفيات اللي تم رفع كفائتها وتطويرها وإنشاء جديد ليها، ده كل ده بخلاف حياة كريمة. في مجال الحماية الاجتماعية 33 مليار جنيه الدولة المصرية أنفقتها لخدمة المواطن المصري. برنامج تكافل وكرامة 14.5 مليار جنيه لوحده، 1.6 مليون مستفيد منهم، بالإضافة ل 91 ألف مستفيد من ذوي الهمم. ده بالإضافة لقروض ميسرة اتعملت، أو قروض نقدر نقول عليها يعني من غير فوائد خالص، لكن نبص الحجم اللي بقوا بيستفيدوا النهاردة من برنامج تكافل وكرامة في المحافظتين، قفز بنسب في اسكندرية 4 أضعاف وفي البحيرة حوالي 6 أضعاف النهاردة، عشان الدولة توصل للمستحقين في هذه الخدمات. لكن كمان أحد أهم المشروعات اللي الدولة المصرية توسعت فيها، ولولا هذه المشروعات كنا هنبقى ربنا وحده اللي عالم كنا هنواجه أزمة عاملة إزاي في موضوع الأمن الغذائي، هو كان مضاعفة الطاقة التخزينية للصوامع. والبحيرة واسكندرية كان ليهم نصيب كبير إن تزود فيهم فقط سعة تخزينية 390 ألف طن، يعني هو كان كل اللي موجود فيهم 250 ألف، النهاردة بقينا 640 ألف. سيادة الرئيس، النهاردة صباحاً وإحنا بنتفقد الأبعادية كنا بنتكلم إن وصلنا النهاردة إلى يعني مستوى إن إحنا جمعنا أكتر من 3.5 مليون طن قمح من الفلاحين المصريين. لو ما كانتش الصوامع دي موجودة كان هيبقى تخزينهم النمط العادي، كان فيما يطلق عليه الشون والأماكن المكشوفة. عشان حضراتكم نبقى عارفين، نسبة الفاقد كان من الشون دي بيصل إلى ما بين 25-30% على الأقل. يعني كنا نجمع 3.5 مليون نفقد منهم 800 ألف طن عشان فقط ما عندناش أماكن تخزين. أنا بوري قد إيه حجم التحدي اللي كان موجود في هذه الدولة المصرية، ولولا هذه المشروعات اللي هي قد قدرت الدولة النهاردة أنها لما بتخزن وبتقدر أنها تلم كل طن قمح، الحمد لله ما بيضيعش ولا يعني يهدر في الدولة، وبيستخدم على طول لصالح المواطن المصري. دي كلها نماذج لهذه الصوب، للخدمات التموينية اللي قدمتها الدولة المصرية، ومنافذ عشان تخدم محدودي الدخل، ومشروعات السيارات المتنقلة أيضاً اللي بتصل في كل مكان للقرى وأطراف القرى عشان تقدم الخدمات للمواطن المصري. على مستوى تحسين مستوى المعيشة كان تركيزنا على خلق فرص عمل، ودي أهم حاجة النهاردة المواطن والشاب المصري بيحتاجها. في مجال التنمية الصناعية الدولة استثمرت 14 مليار جنيه في العديد من المنشآت الجديدة والمجمعات الصناعية على مستوى سواء اسكندرية أو البحيرة، وده انعكس في عدد المنشآت الصناعية المسجلة أو حتى العمالة المسجلة بصورة رسمية في المحافظتين. ويمكن من أهم المشروعات اللي النهاردة بقت موجودة مجمعات مرغم 1 و2 اللي موجودة النهاردة في اسكندرية، اللي وفرت آلاف من فرص العمل. لكن أيضاً موجودة في حوش عيسى في البحيرة مجمع صناعي نسجي بتكلفة تجاوزت 1.4 مليار جنيه، 864 وحدة صناعية موجودة. ولكن أيضاً، ويمكن دي كانت نقطة أثيرت النهاردة صباحاً، الدولة ما تركتش المصانع العتيقة اللي موجودة العريقة اللي كانت من زمان، إنما إحنا هناك دراسات جدوى وواقعية بتخلينا نختار إيه المصانع اللي فعلاً تصلح للتطوير، والدولة في الحالة دي بتصرف المليارات على تطويرها، وإيه المصانع اللي إحنا عارفين كويس قوي إنها أصبح لا جدوى من تطويرها. الموضوع مش عاطفة، إنما موضوع حسابات ودراسات مدققة بتقول لنا إيه اللي نحن نسعى لتطويره وتجديده ورفع كوفاءته والتوسع فيه، وإيه اللي أصبح النهاردة فيه غير ذا جدوى في عملية التطوير.
ده نموذج للمشروعات اللي الدولة النهاردة المصرية بتطورها وبتكلفة 6.5 مليار جنيه في كفر الدوار في إطار هذا الموضوع. بالإضافة لده كان دايماً عندنا في مصر موضوع المراكز اللوجستية، والحمد لله النهاردة بنتحرك بقوة في هذا الموضوع، وعندنا المناطق التجارية اللوجستية في نموذج منها في دمنهور لوحدها كنموذج إزاي بنتحرك في هذا الشأن. المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وده أمل الشباب بتوعنا سواء في ريادة الأعمال والمشروعات البسيطة. النهاردة الدولة المصرية في المحافظتين دول لوحدها قدمت قروض بحوالي 4 مليار لإتاحة 261 ألف فرصة عمل في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي. والحقيقة يعني اسكندرية على الرغم أنها محافظة بحرية حضرية، ولكن البحيرة في نفس الوقت هي أكبر محافظة زراعية على مستوى مصر. حجم الاستثمارات اللي ضخت في مجال الاستصلاح الزراعي تجاوزت الـ 84 مليار. أهم مشروع النهاردة الدولة المصرية بتنفذه هو مشروع الدلتا الجديدة اللي هي أكتر من 2 مليون فدان. الجزء الأكبر منه فعلاً داخل نطاق محافظة البحيرة، ولكن الجزء الأكبر من المياه اللي هتروي هذه المنطقة بيتجمع من محافظة اسكندرية من خلال المياه الصرف الزراعي اللي كانت زمان بتترمي في بحيرة المنزلة وبيترموا في مصرف الماكس. النهاردة زي ما سيادة الرئيس كان بيتكلم الصبح بنعمل مشروع هندسي عملاق علشان نقدر 7.5 مليون متر مكعب في اليوم كانوا بيترموا، بنقدر نحولهم ضد الجاذبية وضد الانحدار الطبيعي، وبنحولهم بمحطات رفع عملاقة عشان نعالجهم ونزرع بيهم 2 مليون أكتر من 2 مليون فدان للنهاردة. 2 مليون فدان دول لوحدهم لو بنضرب في 3 طن للفدان للقمح، يعني بنتكلم لوحدهم ممكن يجيبوا لنا من 5 إلى 6 مليون طن مستقبلاً إن شاء الله. المشروع ده لوحده طبعاً يعني إن شاء الله سيادة الرئيس بإذن الله لما ينتهي يبقى فيه افتتاح ليه، لأنه بحق واحد من أكبر مشروعات الدولة المصرية في تاريخها، حجم هائل من المشروعات الترع وإزاي إن إحنا بنعمل الترع سواء في الأراضي الزراعية أو حتى الأراضي الصحراوية اللي موجودة. في خطوط منها بتبقى مدفونة غير الترع، وزي ما حضراتكم شايفين بيبقى الخطوط عبارة عن يعني 8 أو 10 مواسير عملاقة بيتحطوا جنب بعض عشان ينقلوا المية، وزي ما حضراتكم شايفين ده نهر لوحده يعني بيبقى معمول علشان نقدر النهاردة ننقل المية من الأماكن اللي هي كانت موجودة فيها. محطات رفع عملاقة الحمد لله بتخلص، ولكن هي المحطة الأكبر اللي هتكون إن شاء الله الأكبر على مستوى العالم هي محطة معالجة الصرف الزراعي في الحمام بطاقة 7.5 مليون متر مكعب. ده طبعا من حظ محافظة البحيرة وإنها تكون هذا المشروع العملاق بيخدم النطاق الأكبر جواها. لكن معاهم الحقيقة كان عندنا تطوير أيضاً لمينا الصيد برشيد، وده كان من دايماً من مشروعات العملاقة اللي دايماً يعني مدينة رشيد بتطلبها. مجمعات الإنتاج الحيواني، لأن الحقيقة البحيرة أيضاً مشتهرة بهذا الموضوع، وعندنا النهاردة نفذنا أكتر من 6 مجمعات للإنتاج الحيواني، وعندنا 2 مجمع إنتاج ألبان بطاقة استيعاب 3000 رأس ماشية بتنتج لوحدها 52.5 طن لبن في اليوم. والمشروعات دي سيادة الرئيس بيتابعها معانا بنفسه، وفي توجيه بالتوسع بيها في كل مراكز حياة كريمة عشان يبقى عندنا هذه المراكز من تجميع الألبان، لأنها دي بالفعل بتفيد طبعاً الفلاحين إن هم يقدروا يستفيدوا أقصى استفادة ممكنة من إنتاج الألبان اللي موجود عندهم. في مجال التنمية السياحية، وهنا يمكن يعني أنفق فقط على تطوير عدد من المتاحف والمقاصد السياحية اللي موجودة في اسكندرية على أخص وأيضاً في البحيرة أكثر من 6.7 مليار جنيه. دي نماذج لتطوير منشآت كانت مهملة لفترات طويلة. كان منهم طبعاً اللي يعني تم افتتاحه متحف المجوهرات الملكية، ولكن أيضاً متحف اليوناني الروماني إن شاء الله بنهاية هذا الشهر هيكون انتهى بالكامل، ولكن كان في توجيه سيادة الرئيس إن إحنا ما نكتفيش بتطوير المتحف، ولكن لازم المنطقة المحيطة بالكامل تتم تطويرها، وإن شاء الله دي بشهر 9 إن شاء الله كمان أقل من 3 شهور هتكون اكتمل تطوير المنطقة المحيطة بها بالكامل. لكن في رشيد أيضاً المدينة التاريخية بيتعمل تطوير كامل للمنطقة اللي فيها، تطوير وترميم مبنى سراي الحقانية في اسكندرية، تطوير الكورنيش في مدينة رشيد، المرسى بتاع المعدية اللي موجود، زي ما شفنا في الفيلم تطوير ميدان محطة مصر، مبنى محطة مصر التاريخي نفسه بيتم تطويره، ميدان المساجد هنا في اسكندرية، وطبعاً درة الحدائق، تطوير حدائق المنتزه اللي اكتمل إن شاء الله وبإذن الله يتم افتتاحها في أقرب فرصة ممكنة.
الحقيقة حلقة سمك. سيادة الرئيس ده كان مبنى تاريخي فعلاً بقاله يعني زمن كبير جداً، وكان وصل إلى مرحلة من الإهمال والمبنى نفسه كان أصبح قايل للسقوط. الحمد لله دلوقتي الدولة بصدد إنهاء ترميمه وتطويره بطريقة على أحدث النظم عشان يخدم أهالي اسكندرية في هذا الشأن، مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون. في مجال رفع كفاءة العمران، الحقيقة اسكندرية زيها زي كل محافظات مصر والبحيرة تم تنفيذ فيهم عشرات الألوف من الوحدات السكنية. عندنا 132 ألف وحدة تم تنفيذهم ب 73 مليار، ولكن المشروع الأهم الخاص بتطوير المناطق الغير أمنة في مدينة اسكندرية، وكلنا نتذكر مناظر زي منطقة كانت غيط العنب واللي تحولت الحقيقة لبشائر الخير بتنفيذ حوالي وتطوير عشرات الآلاف من الوحدات، 84 ألف وحدة بيتم تنفيذهم عشان كل المناطق الغير أمنة النهاردة، وحتى المناطق الغير مخططة ابتدينا النهاردة بنستوعبها في هذا المشروع. في رشيد وفي البحيرة، منطقة الكسارة كانت واحدة من النماذج اللي موجودة للدولة انتهت منها، منطقة ترمبات المكس ودي كانت برضو أحد المناطق الغير أمنة اللي الدولة المصرية نجحت في إزالتها وبناء مكان بدها مكان بديل. الإسكان الاجتماعي اللي بقى موجود في كل حتة في مصر وبننفذه والنهاردة عليه إقبال كبير جدا من شباب مصر، ولكن أيضا تطوير العمران القائم وكان بيشمل تطوير الميادين والشوارع وكل الأماكن والاهتمام بالمناطق الخضراء والمناطق المفتوحة علشان يبقى موجودة في كل مصر. الحقيقة في مشكلة كبيرة جدا في اسكندرية، وكان هناك توجيه ان لازم ان احنا نتعامل معها نتيجة طبعا لقدم العديد من العقارات في اسكندرية، وايضا البناء للأسف العشوائي اللي تم في الفترة اللي كان فيها اضطرابات وعدم وجود للدولة، كان بأصبحت هناك عندنا مشكلة كبيرة في ان عدد من هذه المباني يعني ممكن انها تكون فيها خطر. وعشان كده النهاردة في لجنة على أعلى مستوى شغالة من كل جهات الدولة بتحصر بصورة دقيقة جدا هذه المباني عشان تضع ليها حلول عاجلة عشان نتعامل مع هذه الأزمة، ولازم نشوف إيه اللي هتبقى البدائل ليها، سواء كان هناك فرصة لتدعيم بعض هذه المباني أو يبقى في توفير لسكن بديل لهذه المباني. لكن أيضا ودي كانت المشكلة إن لا يوجد مشروعات بديلة أو مشروعات توسع تقول للشارع الاسكندري تروح فين. ويمكن عشان كده الحقيقة الدولة المصرية بتنفذ النهاردة مشروعات عملاقة، منهم طبعا مشروع مدينة مشارف بالعمرية بحوالي 80 ألف وحدة إسكان بمختلف المستويات، عشان كل مستويات الأسر الاسكندرانية تقدر النهاردة إنها تكون موجودة في مجتمع متكامل في كل الخدمات. عندنا نماذج أخرى زي مشروع مدينة ضاحية راية ب 23 ألف وحدة، عندنا مشروع صواري برضو بعدد كبير بيخدم ده ممكن يكون مستوى أعلى. عندنا النهاردة بقت بدائل الدولة بتعملها عشان بدل مكان الناس بتلجأ لهدم الفلل وتبني عمارات، بقى عندنا النهاردة البديل اللي احنا بنحاول النهاردة نتوجه بصورة أكبر نحو غرب اسكندرية علشان يبقى هو ده البديل لتوسع مدينة اسكندرية. مدينة رشيد الجديدة ودي أحد مدن الجيل الرابع اللي الدولة المصرية بدأت بالفعل تنفيذها، وقدام حضراتكم بدء باكورة النماذج اللي بدأت تتنفذ من هذا المشروع العملاق، وأيضا منهم مشروع بشائر الخير 4 اللي بيتعمل في مدينة رشيد الجديدة. آلاف من الوحدات السكنية للشباب المصري في المحافظتين علشان يقدروا النهاردة يجدوا أماكن بدل من هو كان بيلجأ زمان للمناطق العشوائية. البنية التحتية والمرافق 26 مليار جنيه على المحافظتين في مياه الشرب، ودي يمكن كانت الخدمة دي موجودة بالكامل لكن تم تحسين نوعيتها وتغطية حتى المناطق اللي كان اللي نقدر نقول عليها الغير مخططة اللي كانت بتعاني من هذه نقص الخدمة بقت النهاردة بنوصل لها. لكن الطفرة اللي احنا بنشتغل عليها هو الصرف الصحي، وزي ما حضراتكم شايفين البحيرة كانت قبل يعني في عام 2014 نسبة التغطية 28%، النهاردة بقت 40%، وإن شاء الله مع اكتمال مبادرة حياة كريمة هنوصل ل 100% تغطية للصرف الصحي. المشروعات اللي بتتعمل مشروعات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الصحي منطقة التنقية الشرقية، ومشروع اللي مكمل ليها لإنتاج البيوجاز عشان يبقى بيولد طاقة تخدم هذه المحطة العملاقة، محطة البريجات، كل دي نماذج لمشروعات الدولة المصرية على مدار الثمان سنين دول عملتها. اسكندرية نتيجة للتغيرات المناخية كانت بتعاني على مدار الثلاث أربع سنين اللي فاتوا من موضوع الأمطار والاتهامات ان الدولة
يعني هل المنظومة وشبكات المطر دي مسدودة ولا إيه اللي حصل؟ ولازم إن إحنا نعرف كلنا ونؤكد، لأن ده إحنا قلنا قبل كده وبرضو نأكد عليه. المشكلة إن المدينة اسكندرية تاريخياً كان فيه شبكة صرف أمطار معزولة عن الصرف الصحي، ولكن في فترة زمنية معينة يمكن من حوالي نقدر نقول 30 سنة تم إلغاء هذه الشبكة وربطها بالصرف الصحي. لكن المشكلة في هذه المرحلة مع التغيرات المناخية إن بقى حجم مياه الأمطار اللي بينزل لوحده أضعاف قدرات شبكة الصرف الصحي اللي موجودة، وده اللي دعا يعني سيادة الرئيس إنه يكلف الحكومة إنها نبدأ فوراً بإنشاء محطة مياه صرف مياه أمطار لإسكندرية منفصلة بالكامل عن الصرف الصحي. بدأنا فعلاً من العام الماضي، النهاردة مع المرحلة اللي اتنفذناها واللي بتتنفذ السنة دي وهتخلص قبل بدء موسم الأمطار بنهاية شهر أكتوبر الحالي، إحنا صرفنا 1.4 مليار جنيه، وبدأ المواطن السكندري في الأماكن اللي فعلاً اتنفذت يشعر إن فعلاً المشكلة بدأت إنها تقل حدتها. ما زال في أماكن أخرى طبعاً بتعاني وبنتعامل معاها، لكن بقى عندنا خطة بننفذها النهاردة على قدم وساط، وعندنا محدد إن إحنا ما بنقدرش نشتغل غير في الفترة لما بيبقاش فيها نوات ومطر علشان ما تحصلش عندنا مشكلة وإحنا بنحفر وبنشتغل في هذه الأماكن. ولكن أيضاً عندنا حماية من أخطار السيول، واسكندرية أيضاً دايماً كانت معرضة لخطر الغرق، ودايماً بيتقال إن اسكندرية واحدة من المدن اللي على مستوى البحر المتوسط اللي ممكن تغرق، والنهاردة الحمد لله بمشروعات حماية الكورنيش اللي تكلفت أكتر من 2 مليار ولسه بتشتغل، النهاردة بنحمي اسكندرية من هذا الموضوع. تطوير وتكريك بحيرة مريوط، وده توجيه من سيادة الرئيس لكل بحيرات مصر، النهاردة بنشوف المنظر كان قبل قد عامل إزاي، وبعد التطوير اللي بيحصل النهاردة بقى شكل المية تحت بقى عامل إزاي. ده شيء مهم جداً لحماية الثروة السمكية ومضاعفتها وأكل عيش للصيادين اللي بيشتغلوا، والشكل الحضاري اللي كانت للأسف هذه البحيرات قبل كده بيلقى عليها مياه صرف زراعي وصرف صحي أحياناً. وكل التطوير اللي لسه ما زال قائم بيتعمل على قدم وساق لهذه البحيرة، وأيضاً بحيرة إدكو في البحيرة في محافظة البحيرة. مفيش بحيرة النهاردة مش سايبينها ما بنشتغلش فيها علشان نطور هذا الموضوع. قطاع البترول يا فندم يعني كان فيه حجم كبير جدا من الاستثمارات 377 مليار جنيه عندنا يعني تركيز على تحويل وإنشاء محطات اللي بتمون الغاز السيارات بالغاز الطبيعي. وصلنا 1.5 مليون وحدة بالغاز الطبيعي في خلال هذه الفترة، ولكن الاستثمارات المهمة في موضوع الغاز الطبيعي بتبقى موجودة الحقيقة في شمال اسكندرية وغرب الدلتا، دي من المشروعات العملاقة اللي موجودة جوه محافظة اسكندرية. في مجال الكهرباء زي كل حتة في مصر استثمرنا 36.6 مليار جنيه لطاقات جديدة تم إضافتها ونجحنا فيها وتأمين واستقرار التغذية على مستوى اسكندرية والبحيرة، ودي نماذج للمشروعات العملاقة اللي الدولة المصرية عملتها. شبكات الطرق والمحاور 45 مليار الدولة المصرية أنفقتهم على هذه المحاور، ويمكن يعني اسكندرية كان ليها نصيب كبير جدا من هذه المشروعات. والحقيقة يمكن هذه المشروعات 350 كيلو طرق منهم تنفيذ جديد مع رفع كفاءة مع تطوير محطات القطارات اللي اتعملت مع كباري اتنفذت مع طبعا تطوير مينا اسكندرية العملاق اللي ان شاء الله نشرف بافتتاح سيادة الرئيس ليه. ده شكل النهاردة شبكة الطرق اللي موجودة اللي اصبحت بتخدم محافظة اسكندرية والبحيرة، سواء طريق وادي النطرون العالمين بعد ما كان الحقيقة 3 حارات و3 حارات زي ما حضراتكم شايفين النهاردة بقى النهاردة 5 حارات وبالإضافة لثلاث حارات خدمة من كل اتجاه. نفق 45 اللي حل مشكلة مزمنة كانت في مرور اسكندرية، ولكن أيضا تطوير المحطات القطارات والكباري اللي بقت بتتعمل، تطوير محطة مصر والميدان، سوق محطة مصر اللي كان يعني بقى بيأوي الباعة الجائلين اللي كانوا موجودين، شكل حضاري لكل المناطق في هذا الكلام. ولكن أهم مشروع كان الحقيقة تنفذ في اسكندرية بحق محور المحمودية، وهذا المشروع الحقيقة طبعا كل الإسكندرانية لمسوا التأثير الإيجابي الشديد جدا ليه مع تنفيذه، وده شيء مهم جدا إن إحنا لازم نبقى واخدين بالنا ومقتنعين إن العديد من المشروعات حتى يمكن في وقت من الأوقات ممكن يبقى فيه بيثار جدل عليها، ولكن بعد ما بيتنفذ المشروع بيبدأ المواطن يعي مدى أهمية هذا المشروع، وده شيء كان مهم جدا. وأنا أتذكر هذا المشروع كان من أحد المشروعات اللي كان هناك جدل على طريقة تنفيذه وحجمه، ولكن الحمد لله النهاردة باعتراف كل مواطني اسكندرية هذا المشروع كان لولاه
ما كانش حد ممكن يتخيل حجم الحركة هتبقى عاملة ازاي في اسكندرية، لأن الشكل اللي احنا شايفينه في الصورة الصغيرة دي كانت ترعة المحمودية، ودي كانت المحاور اللي حواليها، والنهاردة الشكل اللي بقت موجود عليه يعني الصورة لوحدها مش محتاجة انها نشرحها ولا نفسر احنا ليه عملنا هذا المشروع. ايضا امتداده النهاردة اللي بيتم تنفيذه بطول 55 كيلو من الناحيتين، يعني حوالي 110 كيلو على امتداده في محافظة البحيرة، عشان ايضا يخدم كل التجمعات اللي موجودة النهاردة في امتداد هذا المحور. لكن ايضا المشروع اللي كان سيادة الرئيس شرفنا بافتتاحه، محور المشير ابو ذكري او التعمير سابقا اللي اتعمل يعني على اعلى مستوى. سيادة الرئيس احنا كنا من 10 ايام انا كنت بتفقد انا ومعالي وزير النقل عدد من المشروعات والمينا، واجتمعنا مع عدد من رجال الاسكندرانية هنا، قالوا لنا ان يعني المحور ده هم قبل هذا المحور ما يتطور كانت بياخدوا المسافة من اسكندرية للمنطقة الصناعية في برج العرب هنا ما بين ساعة لساعة ونص، بمجرد ما انتهى هذا المشروع بقت 20 دقيقة. أنا بس بدي لحضراتكم نقدر نتخيل مدى أهمية هذه المحاور لما بتتعمل. يبقى معناها إيه؟ معناها ببساطة شديدة أنا كاسكندراني بقيت مقتنع لو عندي مشروع سكني في برج العرب بقى سهل النهاردة، بدل ما كنت هاخد ساعة ونص عشان أروح، أروح في تلت ساعة، يبقى أروح أتنقل وأقعد هناك واستقر في برج العرب. يبقى بتتحقق هنا عملية فكرة المدن الجديدة وإنها تخف الكثافة عن المدن القائمة. طبعا مش عايز اتكلم كثيرا على مينا اسكندريه الكبير اللي بيضم مينا اسكندريه ومينا الدخيله، وان شاء الله معاهم مينا الماكس اللي هيبقى بحق ان شاء الله دره المواني المصريه على البحر المتوسط، وواحد من اكبر المواني على مستوى منطقه البحر المتوسط كلها بحق، وان شاء الله يعني محطه تحيا مصر من على اعلى مستوى تم تنفيذها في هذا الشان. ايضا تطوير مطار برج العرب اللي ان شاء الله مخطط الانتهاء منه بنهايه هذا العام عشان يبقى مطار دولي على اعلى مستوى يستوعب الزياده السكانيه. اخر مشروع دايما بحب ان انا اختم بيه مشروع حياه كريمه، وهذا المشروع يمكن سياده الرئيس قال كلمه النهارده وهو مع اهالينا هناك، فعلا هذا المشروع بحق يعني إذا ما عملناش حاجة غير هذا المشروع يبقى يكفينا فخراً كدولة إن إحنا نجحنا أو بننجح في تنفيذ هذا المشروع الحقيقي. لأن الحقيقة نصيب إسكندرية والبحيرة من هذا المشروع 7 مراكز من 52 مركز و240 قرية، والنهاردة المشروع ده في المحافظتين بيخدم أكثر من 5 مليون مواطن. حجم التطوير بالصور اللي حضراتكم شايفينها في المدارس، في الوحدات الصحية اللي بتتنفذ، في المجمعات الحكومية اللي بتخدم مواطنينا، في مراكز الشباب اللي بيترفع كفائتها، الخدمات ومكاتب البريد، خدمة الألياف الضوئية اللي بقت بتدخل القرى لأول مرة، مشروعات الصرف الصحي، مشروعات المية اللي بتتنفذ، مشروعات الإدارة المحلية اللي بتتعمل للأسواق والخدمات، نقط الأطفاء، الإسعاف، كل دي مشروعات كبيرة، الري وتبطين الترع. ويمكن ده لوحده مشروع يعني يكفي ان النهارده بقت احنا من خلال هذا المشروع سياده الرئيس عشان يبقى المواطن عارف 250 ل 300 الف فدان على مستوى الجمهوريه كانوا بيعانوا من نقص الميه لان هم كانوا في نهايات الترع، انقذناهم من خلال هذا المشروع اللي احنا مستمرين في تنفيذه في خلال المرحله القادمه. الطرق الراسيه اللي بتتنفذ في كل الطرق، تمويل المشروعات الصغيره ايضا ضمن حياه كريمه. سياده الرئيس احنا على مدار سنه ونص مع حضرتك بنلف في كل حتة في مصر عشان نسلط الضوء على حجم التنمية اللي الدولة المصرية بتقوم بيها على مدار 8 سنوات، واللي إن شاء الله الفترة الجاية أيضاً هتشهد وجود حضرتك ونشرف بوجود حضرتك معنا في افتتاح المزيد من المشروعات في محافظات أخرى. الرسالة من هذه الصور إن إحنا مش سايبين أي مكان في مصر ما تطلوش يد التنمية، وإن شاء الله بإذن الله هنكمل عشان نحقق طموحات كل شعب مصر الكريم. بشكر حضراتكم.